تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من استهداف مواقع الرديف والمعزب والمقطف ومقر حرس الحدود السعودي بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش مسنودا باللجان الشعبية استهدفوا أيضا موقع الدود والعمود العسكريين في منطقة جيزان بالمدفعية، وقصفت قوات الجيش آليتان سعوديتان من طراز PMB بصواريخ كورنيت في موقع مرة في جبل العمود بمحافظة جيزان جنوب غربي السعودية. ونقلت سيارة إسعاف عسكرية سعودية العسكريين المصابين من طريق خلفي للموقع، ترافقها مدرعة أخرى ابتعدت عنها مسافة طويلة وهما في مرمى نيران قوات الجيش. وقصفت القوات العسكرية موقعي حرس الحدود السعودي والمجازة في ظهران بمحافظة عسير جنوبي السعودية بعدة صواريخ جراد المعدلة، بالإضافة إلى أهداف أخرى بصواريخ النجم الثاقب محلية الصنع.